رغم مرور ثمانية شهور تقريبا ورغم قفز تقريبا اغلب المؤيدين لمسار 25 جويليه من من مركب المسانده للرئيس الا انه ما زال هناك اختلاف كبير بين النخبه السياسيه حول هذه الجبهه المفترضه ومدار الخلاف هو الفريق الذي حكم او المنظومه التي حكمت طوال العشر سنوات الماضيه واساسا مدار الخلاف هو حركه النهضه وهم عبر عنه مبروك رشيد واعتبر ان الخطا الجسيم الذي يرتكبه نجيب الشابي هو علاقته بحركه النهضه التي يعتبرها نجيب الشابي مكون اساسي من مكونات المشهد السياسي التونسي ولا يمكن ان تقوم جبهه بدونها يعني في تقديرك هل هل, 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 هل إقصار هو الفلسفه الاقصائيه لدى جزء من النخبه، هل هو خلل داخلي في النخبه الديمقراطيه ام هو خلل ناتج فعلا عن مراكمه او عدم مراجعه الطرف السياسي الاساسي لمواقفه لسياساته طوال العشر سنوات الماضيه. شوف ما كشفت عنه هذه المحنه التي يمر بها الانتقال الديمقراطي هو هشاشه الفكر الديمقراطي. وهو ايضا عدم قيام العائلات السياسيه الكبرى بالتخلص من الوحش الايديولوجي الذي يسكن دواخلها يعني القوميون العرب في غالبيتهم ما زالوا مرتبطين برؤيه صدام ورؤيه غيره من الانظمه الدكتاتوريه التي قامت باسم القوميه العربيه وسامت شعوبها سوء العذاب. ايضا العائلة الدستورية للأسف الشديد بعد انهيار تجربة نداء تونس للأسف الشديد الذي كانت التي كانت تمثل النسخة المعتدلة والوسطية والديمقراطية للعائلة الدستورية ظهر الوجه الفاشي الإقصائي الذي لا يقل في خطورته وفي خطورة مشروعه عن المشروع الشعبوي الذي يحكم الآن فنحن فعلا امام فرز بين العقل الديمقراطي الخالص الذي يقوم على الاعتراف المتبادل والذي يرفض الاقصاء والذي يدعو الى التعايش بين مختلف التيارات والعائلات وبين التيارات التي كانت التي ما تزال مشدوده الى مرجعياتها الايديولوجيه بهذا المعنى التسلطي والفردي والديكتاتوري وال... والاستبدادي والا ما معنى ديمقراطيه اذا اقصينا طرفا رئيسيا في الحياه السياسيه يجب ان يكون اذا فكرنا بطريقه ديمقراطيه صحيحه يجب ان يقبل الجميع ان يعترف الجميع ببعضهم البعض تونس لجميع التونسيين وتونس لج... ل... لكل من يريد ان ينخرط بطريقه سلميه وبطريقه مدنيه وبطريقه ديمقراطيه في الحياه العامه نحن لا يجب ان نرفض الا من اعتمد او يعتمد العنف وسيله لفرض افكاره وبرنامجه وبالتالي هناك موقع لجميع العائلات ولجميع التيارات اي خطاب اخر ذو نزعه اقصائيه فانه لن يكون مقبولا من وجهة نظر ديمقراطية خالصة لعم. الاسلاميون في تونس شاركوا في الانتخابات وانتخبهم الشعب لم يأتوا على ظهور دبابات واحترموا المؤسسات وتنازلوا عن الحكم لما كان الحكم يستوجب التنازل وشاركوا بأقل من حجمهم في جل الحكومات وهم الكتلة البرلمانية الأولى ما هو المطلوب إذن المطلوب هو مسايرة هذا الانطباع المرضي الشعبوي المشدود الى تاريخ الاستبداد هذا غير مقبول الديمقراطيه هي التي تتيح لكل من اراد ان يشارك ويقبل بنتيجه الصندوق وادواته مدنيه سلميه ويعتمد في تعريفه بافكاره على هذا المنهج المدني السلمي ويحترم مؤسسات الحكم موقعه يجب أن يكون مضمونا بعيدا عن هذه المناورات الصغيرة التافهة <applause> نعم إذا ما أثبتته السنوات الماضية هو هشاشة الوعي الديمقراطي كما وصفت وسيادتك العاجز الذي عجز عن تكوين مشروع وطني جامع يجمع تونس الكل أيضا ما أثبتته التجربة هو قوة وحدة التدخلات الأجنبية التي استطاعت وتمكنت اليوم من إجهاض الثورة والتي كانت واقفة وراء الرئيس قيس سعيد في مشروع الإنقلابي شوف انا في اعتقادي انه على المستوى الداخلي حتى لا نكون ايضا سوداويين ان صح التعبير في نظرتنا، انا اعتقد انه جميع الجبهات التي فتحها الرئيس سعيد على نفسه ضد مؤسسات الانتقال الديمقراطي يعني هي جبهات ما تزال صامده ورافضه يعني الاعلام في جزء لا باس به منه وانت مناضل اعلامي يعني احد المناضلين وهناك اخرين اسمعهم واتابعهم متشبثون بحريه الاعلام وبحريه الصحافه وبالقيام بدورهم المنوط بهم كسلطه رابعه على مستوى القضاء ايضا هناك رفض كبير في اوساط تمثل القضاه لهذا التمشي الذي الغى مجلسا منتخبا يمثل السلطه القضائيه ووضع في مكانه مجلسا يعني مشبوها او تابعا الى غير ذلك وهناك الكثير من القضاه الذين الشجعان الذين يعبرون عن هذا التمشي. هناك ايضا على المستوى السياسي هناك 80 90% من النخب السياسيه من الاحزاب السياسيه عبرت عن تمسكها بالانتقال الديمقراطي وبالاعراف الديمقراطيه الى غير ذلك، يعني هناك نقاط ضوء كثيره وانا في تقديري انه يصعب لقد صعب على الزعيم بورقيبه وما ادراك وصعب على الرئيس بن علي الذي يعني تتبت له الامور عقدين من الزمان ان يحكم هذا البلد ويحكم هذا الشعب بطريقه غير ديمقراطيه وفي النهايه فرض الشعب ارادته وفرضت النخب ارادتها يعني هذه معركه قد تكون في جانب منها وهي كذلك ايجابيه في لاول مره هناك فرز على قاعده الديمقراطيه واعتقد انه اذا استانفنا المسار اذا عدنا الى مسار الانتقال الديمقراطي فسيكون عوده اشد وسنكون قد نقلنا او حولنا المحنه الى منحه حقيقيه من بينها ارتفاع درجه الوعي الديمقراطي بدل هشاشه الفكر كما نعم. لاحظنا الاطراف الخارجيه في الحقيقه معناها لا يمكن ان تحل محلنا هناك الكثير من الاصدقاء الذين عبروا عن اعتراضهم شركاء واصدقاء لكن آه يعني نحن في النهايه ايضا دوله ذات سياده مستقله لكن البعض من من اراد تهديم هذه التجربه طوال السنوات الماضيه نجح في الاخير اه طبعا نعم. تقصد اطراف اقليميه نعم. اي طبعا والاطراف الاقليميه كانت منذ البدايه قد اعلنت عداءها للمشروع الديمقراطي وانا لطالما قلت ان تونس اصبحت بالنسبه للمجال العربي الذي تنتمي اليه كالطائر الذي خرج عن السرب غادر السرب السرب يسعى إلى إعادته وهو يسعى إلى قيادة السرب في الاتجاه الصحيح للتاريخ هذه المعركة قائمة وستظل قائمة لأنه يخطئ كل من يعتقد أن المسألة هي تونسية بحتة هذا من الأخطاء التي ارتكبناها كديمقراطيين عندما قلنا أنه المعركة الديمقراطية في العالم العربي لا تعنينا المعركه الديمقراطيه في العالم العربي هي في صلب معركتنا الوطنيه وقد اثبتت هذه المحنه انه اذا لم نصدر نحن الديمقراطيه واذا لم ندعم الحركه الديمقراطيه فاننا فان حركه الرده هي التي ستاتينا الى عقر دارنا وستهدد مكتسباتنا مثلما فعلت ولهذا انا اقول انه اذا كتب لنا العوده يجب ان تكون تكون تونس قاعده للحركه الديمقراطيه العربيه ويجب ان نفتح بلادنا بوابها ونوافذها وشبابيكها وامكانيتها كلها لدعم الديمقراطيين العرب من المحيط الى الخليج